شادين للمتابعة، ينضم إلينا مراسل أون لايف إبراهيم عزت من المنوفية. إبراهيم أهلا بك مرة أخرى، يعني متابعة لهذه الانتخابات التكميلية في المنوفية، إلى أين وصل الإدلاء بأصوات المواطنين في هذه الانتخابات؟ اهلا بك شيماء من أهلا. جديد، ما زلنا نتابع معكم هذه الانتخابات التكميليه في اليوم الثاني والاخير على مقعد السيد محمد انور عصمت السادات هنا في منطقتي تلا والشهداء. هذه المنطقة التي تحوي مقعد في البرلمان هنا من مدرسة السادات، هذه المدرسة التي أتابع خلالها منذ الصباح حركة الناخبين، ولكن يبقى الحال شيماء كما هو عليه كما أشرت في الخدمات الإخبارية السابقة، يعني الإقبال ضئيل جدا في هذه المدرسة. نسبة الإقبال، كنت أتحدث مع أحد مستشاري هذه اللجان الذين يشرفون على هذه الانتخابات هنا في مدرسة السادات، إقبال ضئيل جدا لم تتعدى النسبة 3%. 192 لجنة انتخابية موزعة على 104 مقار انتخابي فتحت أبوابها بالفعل في تمام 9 صباحا على أن تستمر حتى 9 مساء لاستقبال الناخبين للإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات، ولكن الإقبال كما توضح الصورة في خلفيتي الآن ضئيل جدا هنا في تلا والمنوفية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت، يعني طبعا الإقبال على هذه الانتخابات خصوصا في المنوفية ضئيل حتى هذه اللحظة. شكرا لك مشاهدينا.